بجدد التحية لحضراتكم. طول الوقت والقطاع الخاص في مصر على خط المواجهة باعتباره شريك أساسي في عملية التنمية. وفي ملف مهم زي ملف تكنولوجيا تحلية المياه، الاستعانة بواحدة من الشركات العالمية في هذا المجال السبيل الأفضل لتوطين هذه الصناعة في مصر. برحب بضيف حلقتنا النهاردة اللي بيشرفني في الاستوديو، المهندس كريم مدور، المدير العام لشركة ماتيتو لإدارة ومعالجة المياه. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا فندم، أهلا وسهلا. الحقيقة التقرير اللي احنا شفناه دلوقتي بيتكلم عن أرقام كبيرة جدا، 50 مليار دولار و2.5 مليون متر مكعب يومي أو 4.6. الحقيقة أرقام أنا مش فاكراها، بس أنا عايز أسأل حضرتك سؤال مباشر وواضح وطريح جدا. هل مصر في حاجة ملحة لمحطات تحلية المياه في عز وجود نهر كبير زي نهر النيل؟ سؤال ممتاز صراحة. طبعا احنا محتاجين محطات تحلية المياه، وموضوع يعني موضوع تكلفة مية النيل ومعالجتها وبعد كده نقلها للمدن الساحلية لتكلفة معينة. مقارنة بمحطات تحلية زمان كان فرق كبير جدا في صالح طبعا انك تنقلي المياه دي، انما دلوقتي بالتكنولوجيات الحديثة بقت ارخص انك تعملي محطات تحلية للمدن الساحلية كلها عن انك تنقلي المياه، تعالجي المياه وتنقليها الى المدن الساحلية. يعني محطات التحلية دلوقتي ارخص من نقل المياه؟ طبعا 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 ارخص كتير كمان. عندك حضرتك نقل المياه ده محتاج مضخات وخطوط نقل وأنابيب ومحطات رفع وكهرباء، بالتالي كهرباء بالظبط. كل دي تكلفة، وكمان الفاقد اللي انت بتلاقيه في السكة ده كمان ده يتحط في بند التكلفة، يبقى عندك فاقد. فالتكلفة مجملها إجمالي التكلفة انك تعملي محطة تحلية في اللوكيشن اللي محتاجة محطة تحلية أرخص بكتير من إنك تنقلي المية تعالجيها وتنقليها إلى هذه اللوكيشن. إذا محطات التحلية مكانها الأساسي المدن الساحلية لأنها قريبة من البحر، وبالتالي تحلية مياه البحر أسهل من نقل مياه نهر النيل للمدن الساحلية، لكن إحنا بلد عارفين إن إحنا بقالنا فترة طويلة جدا بنعاني من الفقر المائي وشح المياه. المسألة مش مسألة بقى سد النهضة أو أثيوبيا، لا دي مسألة قديمة بقالها سنين طويلة جدا. علشان كده الحكومة فكرت كتير في فكرة المعالجة الثلاثية في مدن الدلتا علشان تعالج مياه الصرف الصحي، على تقدر من خلالها توفر مية لري الأراضي الزراعية. مظبوط؟ صحيح. إذن محطات التحلية بالإضافة إلى محطات التحلية في المدن الساحلية بالإضافة إلى محطات المعالجة الثنائية والثلاثية في مدن الدلتا هي خطة متكاملة. طيب بس خليني أقول لحضرتك أنه محطات التحلية مكلفة أيضا، يعني المدن الساحلية اللي بتستخدم دلوقتي محطات التحلية عالية التكلفة هي أيضا عندها هيبقى عندها مشكلة في مين هيدفع هذه الكلفة، مين هيدفع تكلفة المياه الخارجة من محطات التحلية. إذا نقل المياه بيتكلف 2 جنيه ومتر النقل بيتكلف 2 جنيه، متر المياه من محطة التحلية بيتكلف 15 جنيه، الفرق ده مين يسده؟ خلينا نتفق المياه اللي داخلة مصر كلها 80% تستخدم في الزراعة، 20% يستخدم في الاستخدام الأدامي الدوماستيك مياه الشرب، مياه الشرب، و 10% في مياه للصناعة. عندك 10% للشرب، 10% للصناعة، و 80% للزراعة. محاور المياه كتيرة جدا. السياسة المياه تتكون من محاور، ومحاور دي عدة. عندك تحلية محور من المحاور دي بس مش المحور الكامل.
المعالجة الثلاثية دي مهمة جدا لإعادة استخدام المياه مياه الصرف الزراعي بالذات. يعني احنا في مصر هنا الدولة مؤخرا دخلت في معالجة مياه الصرف الزراعي لإعادة استخدامها لري للري الأراضي لمناطق زراعية جديدة. أديكي مثال، مثلا مشروع المحسمة. مشروع المحسمة ده في مصرف المحسمة، مصرف زراعي، وكان بيصب في بحيرة التمساح. ده في إسماعيلية، المحسمة في إسماعيلية. بالظبط كده. بيصب في بحيرة التمساح، بيلوث البحيرة، فبالتالي القطاع السياحي تأثر جامد جدا، وقطاع الصيد كمان تأثر جامد جدا، ما بقاش في صيد في بحيرة التمساح. صحيح. طب لو أنا أخد المية دي اللي هي كانت تترمى وأرجع أعالجها واستزرع بيها 100,000 فدان في سيناء. 100,000 فدان. 100,000 فدان في سيناء. من مصرف المحسمة. من مصرف المحسمة. اللي كان ملوث للبيئة. اللي كان ملوث للبيئة. وقاتل للكائنات البحرية. وقاتل للكائنات البحرية. يعني شيء. بقى مصدر للحياة. بقى مصدر للحياة. ده مشروع جبار. طبعًا. الدولة ده محور من المحاور ده غير التحلية. فحضرتك النهاردة مصرف المحسمة ده الري بقى لها تقريبا سنة دلوقتي لسينا تقريبا 1,000,000 متر مكعب في اليوم. بتنتج 1,000,000 متر مكعب يومي من محطة معالجة، محطة معالجة المحسمة اللي هي أخذت جوائز عالمية كتيرة جدا. عشان ده أول مشروع صرف معالجة صرف الزراعي وإعادة استخدامه. شوفي أنت شغلتي قد إيه ناس، قللتي الضغط على مية النيل، ما هو ده المصدر الرئيسي بتاعك. بالظبط. فأنت ما خدتيش من مية النيل، أنت أخدتي من مية الصرف. فطبعا مشروع جبار جدا، واتعمل مشروع تاني وراه أكبر منه في بحر البقر، والنهاردة بيتعمل أكبر مشروع في العالم في منطقة الحمام لري 1,000,000 فدان. بياخد الصرف الزراعي بتاع شمال غرب الدلتا كله اللي كان بيصب في بحيرة مريوط اللي هي كانت ملوثة جدا 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 ومية لا تستخدم وبتصب وبتلوث البيئة. لا ده أنا المسار كله بيتحول لقنوات جديدة لمحطة 7.5 مليون متر مكعب في اليوم لري أكتر من 1,000,000 فدان في منطقة في شمال غرب مصر. خليني أحيي حضرتك على إجابتك الذكية جدا، لأن حضرتك جاوبت على سؤالي بشكل غير مباشر وقلت لي أن التكلفة اللي بتتحط في بناء هذه المحطات بيقابلها استثمار بالمليارات في مجالات أخرى، سواء على مستوى السياحة أو الزراعة أو حتى الثروة السمكية. هنعرف إيه مدى الحاجة اللي بتفرضها وجود هذه المحطات، ووصلنا لفين في معدلات التنفيذ من خلال الجانب الحكومي اللي هيمثله دلوقتي هذا التقرير من خارج الاستوديو مع الدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان لشؤون البنية الأساسية. تعالوا نشوف قال إيه في هذا اللقاء ونرجع نكمل لقائنا في الاستوديو مرة تانية. التحلية هو على قمة أولويات الدولة المصرية، ولو اتكلمنا على خطة الدولة المصرية في التحلية هي ما كانتش خطة واحدة، هي حقيقة الأمر هم كانوا خطتين. الخطة الأولى ابتدت سنة 2016 لغاية 2020، والخطة الثانية اللي هي الخطة الاستراتيجية للتحلية هي الخطة اللي تم عملها بدءا من 2020 عشان تخدم هذا القطاع لمدة 30 سنة لقدام، اللي هي الخطة الاستراتيجية المستقبلية للتحلية. لو اتكلمنا على الخطة التحلية الأولى في 2016 عشان نجابه كافة الاحتياجات المية اللي مطلوبة والتنمية اللي بتتم على كافة المحافظات المصرية وعلى السواحل المصرية كلها، احنا في 2014 كان إجمالي طاقة المياه المحلاة المنتجة في مصر كنا بنتكلم تقريبا على حوالي 80,000 متر مكعب يوميا.
عايز أقول لحضرتك أن الخطة اللي الحمد لله بننتهي منها حاليا خلال هذه الشهور، إحنا بنتكلم في 1.4 مليون متر مكعب يوميا. يعني نقدر نقول في الخطة التحلية الأولى اللي اتعملت على مدار الثلاث سنوات السابقة، إحنا ضعفنا الطاقة الخاصة بمحطات التحلية ما يقرب من 16 أو 17 ضعف. كانت المحطات قبل 2014 في التحلية محطات صغيرة، بنتكلم على 1000 متر مكعب يوم، بنتكلم على 5000 متر مكعب يوم. النهاردة احنا عندنا في محطات كبيرة جدا عملناها، في عندنا محطة اليسر في الغردقة، المحطة دي لوحدها 80,000 متر مكعب يوم، ودي كانت بقورة المحطات الكبيرة في التحلية. عندنا 3 محطات أخرى تاخد كل محطة منها 150,000 متر مكعب يوم. بنتكلم على محطة الجلالة 150,000 متر مكعب في اليوم، بنتكلم على محطة العالمين الجديدة 150,000 متر مكعب في اليوم، بنتكلم على محطة شرق بورسعيد برضو 150,000 متر مكعب يوم. النهاردة لما بنتكلم على مشروعات البنية الأساسية ومشروعات المرافق، الدولة بتسبق المواطن على غير اللي كان بيحصل قبل كده. النهاردة احنا عشان نعمل النهاردة مجتمع جديد، مدينة جديدة زي مدينة العالمين، مفيش اي تنمية، مفيش اي مدن جديدة هتقوم الا لو كان المرافق الرئيسية موجودة. وعشان كده كانت بداية الاعمال ان احنا نشتغل على محطة التحلية اللي موجودة. النهاردة واحنا بنطور وبننمي وبنشوف المنشآت موجودة، عايز اقول لحضرتك محطة التحلية 150,000 متر مكعب يوم كلها خلصت، وحاليا شغالين في الربط على الشبكات وعلى المواسير وعلى تجارب التشغيل. وعشان كده بنبتدي الأول بالمرافق، جزء كبير من شغلنا بيبقى تحت الأرض، يعني المواسير مدفونة إلى آخره، لكن دي تكلفة كبيرة جدا، مجهود كبير جدا من الدولة، موارد مالية وموارد بشرية كبيرة جدا وباهظة. فالحمد لله النهاردة المشروعات دي تمت. عايز أقول لحضرتك يمكن 1.4 مليون تقريبا، وإحنا بنتكلم أنهينا ما يقرب من 77 محطة تحلية، دي يمكن طاقتها الإجمالية حوالي مثلا 850,000 متر مكعب يوم، وباقي 1.4 مليون متر مكعب يوميا تباعا على إن شاء الله خلال الشهور القليلة القادمة. ده كان الجزء الأولاني من التحلية، والحمد لله أنجزناه، وكان عايز سرعة كبيرة جدا في التنفيذ عشان التحديات اللي بتقابلنا. الخطة الثانية طبقا لتوجيهات القيادة السياسية، اشتغلنا على خطة للتحلية لكل المناطق الساحلية اللي موجودة عندنا وكل المحافظات الساحلية. الخطة دي بنتكلم عشان تخدم مصر من 2021 إلى سنة 2050، بنتكلم في 30 سنة. تقول لي طيب هل احنا معتاد ان احنا نخطط لتلاتين سنة؟ اقول لك لا، احنا كنا تملي بنشتغل على الخمس سنين القادمين، على 10 سنين، بس ليه في التحلية بالذات بنتكلم على 50 سنة لقدام؟ النهاردة لازم يبقى لي مكان على مكان ساحلي اقدر اعمل المأخذ بتاعي فيه، فلازم من النهاردة نشوف كل احتياجاتنا المستقبلية. والاحتياجات دي الخطة بتاعتنا كانت ليها 4 ركائز أو 4 محاور رئيسية. المحور الأولاني الزيادة السكانية المعتادة اللي احنا بنشوفها. النهاردة عندنا في زيادة سكانية موجودة، مصر بتزيد سنوياً ما لا يقل عن 2 مليون وده رقم كبير جداً. أنا عايز أقول لحضرتك في دول كاملة عدد سكانها أقل من معدل الزيادة السنوية اللي عندنا، من عدد السكان اللي بيزيد سنوياً عندنا، دول كاملة. وبالتالي انت محتاج تملي تفضل تشتغل لقدام عشان تستوعب الزيادة اللي مطلوبة. كان في جزء تاني في الخطة مبني على التنمية العمرانية اللي بتتم في كل المدن الجديدة. النهاردة العالمين الجديدة، النهاردة احنا بنخطط وشغالين على راس الحكمة الجديدة، عندنا السويس الجديدة، عندنا مدن كتيرة جدا جديدة ساحلية، فهيبقى اعتمادها على التحلية. وليه برضو اعتمادها على التحلية؟ لأن إحنا كنا بننقل المية لمسافات طويلة جدا، 400 كيلو، 500 كيلو. نقل المية في حد ذاته كان مكلف جدا، طاقة المستخدمة في الروافع في الطلمبات اللي موجودة عشان تنقل المسافات دي
والتعدي اللي ممكن يحصل على المواسير إلى آخره. فعشان كده أحسن حاجة نستفيد من الموارد اللي موجودة حسب ظروف كل محافظة. التحلية ليست بديل عن نهر النيل، لكن ربنا حبى مصر بموارد متعددة، جزء منها نهر النيل المياه السطحية، جزء منها التحلية، جزء منها المياه الجوفية. الدولة بتخوض تحدي كبير جدا حتى في محطات التحلية، لأن تكلفة محطات التحلية هي تكلفة عالية جدا. يعني عايز أقول لحضرتك مقارنة بسيطة، أن تكلفة تحلية المتر المكعب من المية تقريبا 5 أضعاف تكلفة تنقية المتر المكعب من المية السطحية. شوف حضرتك بتتكلم تقريبا 5 أضعاف، يعني لو المتر في المية السطحية بيكلفني 2 جنيه أو 2.5 جنيه أو 3 جنيه على حسب المكان وحسب وحدات التنقية، أنا عندي التحلية بتكلم 12 جنيه و13 جنيه و15 جنيه، فأنا بتكلم في 5 أضعاف. ولكن الدولة تنظر لهذه الخدمة الاستراتيجية اللي بيحتاجها المواطن نظرة خاصة جدا، بتحط كل الموارد المطلوبة والمتاحة. الخطة اللي خلصت تم ضخ ما يقرب من 15 مليار جنيه فيها في 3 سنين في محطات التحلية. الخطة الجديدة اللي هي الخطة الاستراتيجية 2050، الأرقام التقديرية المبدئية احنا بنتكلم فوق 135 مليار جنيه لمشروعات التحلية. دي فاتورة كبيرة جدا الدولة المصرية بتتكبدها عشان تطمن كل مواطن موجود ان احنا حريصين كدولة على تأمين مياه الشرب بأفضل المعايير اللي موجودة، معايير مش فقط معايير مصرية، معايير مصرية ومعايير عالمية في هذا الاتجاه. الشغل في التحلية دي من التقنيات العالية جدا، وتكنولوجي يتقال عليها توب نوتش أو أعلى تقنيات موجودة في العالم. احنا بنسعى جاهدين كمصر ان احنا نوطن تصنيع معدات التحلية داخل جمهورية مصر العربية. وعشان كده احنا النهاردة لما طرحنا الخطة بتاعتنا جالنا الكثير من القطاع الخاص ومن الشركات وطالبين ان هم يتعاونوا معانا، بس احنا بنقول لهم احنا حاطين معايير معينة منها اللي يساعدنا في التوطين المحلي لهذه الصناعة. النهاردة عشان تعمل صناعة محتاج يبقى عندك حجم مشروعات. احنا طرحين حجم مشروعات كبير جدا. الخطة المستقبلية اللي بقول لحضرتك عليها دي، الخطة دي بتتكلم تقريبا على حوالي 6.4 مليون متر مكعب يوميا. خطة كبيرة جدا، 5 أضعاف اللي احنا بنوصل له حاليا تقريبا. التكلفة تفوق 134 مليار جنيه، فدي تكلفة كبيرة، وبالتالي هيبقى في احتياج مستمر. وعشان كده أي مصنع هيتم إنشاؤه للتحلية داخل جمهورية مصر العربية ده هيشتغل على كل المحطات اللي موجودة، الإحلال والتجديد، قطع الغيار بتاعة الأغشية، الممبرينز إلى آخره، وكمان هيشتغل على المنطقة المحيطة كلها، لأن محطات التحلية موجودة كتير جدا سواء في شمال قارة أفريقيا أو موجودة في منطقة الخليج. فإحنا مستهدفين إن شاء الله من خلال الشراكة مع القطاع الخاص إن إحنا يبقى في توطين لصناعة الأغشية أو الممبرين، الهاي بريشر بامب أو الطلمبات ذات الضغط العالي. أنا عندي تقريبا حوالي 60 شركة وتحالف بشركات مصرية وطنية وشركات دولية عاملة في هذا القطاع في التحلية بالذات عشان يساهموا ويتعاونوا مع جمهورية مصر العربية في محطات التحلية. لسه بنكمل حوارنا مع المهندس كريم مدور مدير عام شركة ماتيتو لمعالجة المياه. 135 مليار هي تكلفة خطة الدولة في محطات التحلية. ما هو دور القطاع الخاص في هذه الخطة؟ وهل هيستطيع القطاع الخاص بالفعل أنه يلتزم بشروط الدولة في توطين صناعة ماكينية التحلية في مصر؟ سؤال ممتاز فعلا. القطاع الخاص أو إحنا مثلا كشركة ماتيتو إحنا بنستثمر
في مجال المياه في العالم كله، في الصين، في أفريقيا، في الخليج، في الهند. احنا مستثمرين كمان في قطاع المياه، والاستثمار بيجي في شكل الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص. بالظبط. بننشئ المحطات وبنشغلها لفترات زمنية طويلة، 10 20 30 سنة، وبنحاسب الدولة على المتر مكعب من المياه الخارجة. مشاريع زي كده احنا نفذناها في بلاد كتيرة جدا في العالم، آخرها مثلا في أفريقيا، في رواندا مثلا، كيجالي العاصمة هناك، محطة المية الرئيسية اللي في العاصمة احنا استثمرنا فيها، ضخينا حوالي 75 مليون دولار، بنينا المحطة ديت وبنشغلها لفترة 25 سنة وبنسلمها للدولة بعد ال 25 سنة. فما كانش في عبء استثمار من الدولة، انه يوفروا التمويل، عبء تمويلي من الدولة. جاء القطاع الخاص في شكل الشراكة مع القطاع العام هناك، ونفذنا المحطة، ومحطة بتنتج مية، وبتنتج مية بنفس السعر اللي بتبيعه للمواطن الدولة. بالضبط كده. طيب في مصر بقى هل عندنا تحديات في هذا الموضوع؟ تحديات على مستوى التمويل، تحديات على مستوى الأراضي، الأماكن، في تحديات معينة بتواجهكم كقطاع خاص؟ أكيد في بتواجه القطاع الخاص والدولة كمان والحكومة، يعني مثلا زي الدكتور سيد ما قال، الأراضي تحدي. ده تحدي رئيسي. طب احنا معانا على التليفون دكتور طارق الرفاعي، معاون وزير الإسكان للمرافق، وهيقول لنا بقى التحدي ده، يعني ازاي ممكن وزارة الإسكان توفره للقطاع الخاص. دكتور طارق، احنا كنا بنتكلم عن تكنولوجيا محطات التحلية، والحقيقة حضرتك دخلت واحنا بنتكلم عن أهم التحديات اللي بتواجه محطات التحلية واللي قد تعوق خطة الدولة يعني في محطات التحلية. ومهندس كريم مدور معايا بيقولي من أهم التحديات فكرة توفير الأراضي. طبعا يا فندم، بص يا فندم، فكرة توفير الأراضي ليست هي فقط المعوق الأساسي لمحطات التحلية، ولكن هي المعوق الرئيسي لكل مشروعات البنية التحتية، سواء مياه شرب أو صرف صحي. لأننا بدون توفير أرض لمحطات الرافع في الصرف الصحي أو محطات المعالجة، إذا كانت محتاجة محطة معالجة، أو توفير أرض لمحطة التحلية، أو توفير أرض لمحطة المياه السطحية، لن يتم تنفيذ المشروع. وليس فقط أي أرض يا فندم، الأرض صالحة وينطبق عليها الشروط التي يتم تنفيذ عليها المحطة. من حضرتك يا فندم، محطات التحلية دي بقت خيار استراتيجي، ده ليس خيار ترفيهي، على الرغم أن الدولة بتتحمل من 4 إلى 5 أضعاف تكلفة إنشاء المحطات السطحية في المحطات التحلية. برغم كده الدولة بتتحمل ده، لأن احنا حضرتك النهاردة حصتنا من مياه نهر النيل ثابتة من ستينات القرن الماضي، على الرغم ضعف عدد السكان 5 أضعاف، مما أدى إلى أن في توجيه فخامة الرئيس أن احنا لاستغلال كل نقطة مياه داخل جمهورية مصر العربية وعاد استخدامها مرة أخرى. وزارة الإسكان فدنا، احنا اشتغلنا على 3 بدائل. بديل الأولاني احنا ربنا حمانا ببحرين، البحر المتوسط والبحر الأبيض، عندنا صحيح. محافظات كتير جدا بتطل عليهم، كافة المحافظات التي بتطل على البحر المتوسط والبحر الأبيض سيتم الاعتماد فيها على محطات التحلية. ده حضرتك بس ده البديل الأولاني. بديل الثاني ان انا حضرتك المدن القريبة من المحافظات الحدودية والتي يمكن تغذيتها عن طريق محطات التحلية، ده حضرتك هنشتغل عليها. عندنا 76 محطة تحلية الحمد لله انجزناهم وخلصهم، بيضيفوا طاقة 830 ألف متر مكعب في اليوم. عندنا 16 محطة جاري تنفيذهم، هنوصل بطاقة في 2022 الى 1.3 مليون متر مكعب في اليوم محطات التحلية. ده مش وقفنا عند كده وخلاص يا فندم، لا، ده احنا عندنا خطه استراتيجيه بالتنسيق مع اكثر من وزاره، لان دي خطه الدوله وليس خطه وزاره الاسكان. عندنا بينسق معانا فيها وزاره الموارد المائيه والري، وزاره التخطيط والتنميه المحليه والتعاون الدولي. عندنا خطه خمسيه من 2020 ل 2050، 6 خطط خمسيه، هنضيف طاقه 6.8 مليون متر مكعب في اليوم. يعني كلمني عن دور المواطن يا دكتور طارق، يعني حضرتك قلت لي ارقام عظيمه جدا، المواطن دوره هنا ايه؟ المواطن هيدفع التكلفة في شكل فواتير شهرية،
ولا مطلوب منه أنه يرشد استهلاك المية، ولا مطلوب منه أنه يساعد الدولة في الالتزام بالزراعات اللي وعدد يعني عدد الأفدنة اللي بتوجه بيها الدولة؟ مطلوب منه إيه بالزبط؟ متفضل من المواطن حضرتك، مطلوب منه حاجتين اتنين. أول حاجة أنه هو يساعدنا في توفير الأراضي التي اللي نقدر نشتغل عليها، سواء محطات تحلية أو محطات معالجة، لأن حضرتك النهاردة طبعاً أنت عارف أن الجمهورية المواطن هيقول لك إحنا طبعاً. مصر مليون كيلو متر مكعب، يعني مليون فندم. كيلو مش لاقي أرض علشان أنت أعمل محطة تحلية في مليون كيلو. لا مش لاقي يا فندم، أنا فندم أنا النهاردة هشتغل محطة تحلية في مكان ما، الأماكن دي حضرتك النهاردة بننسق فيها مع أجهزة التنمية المحلية ومع المواطنين، لأن ربما يكون المواطن يا فندم عنده قطعة أرض تصلح لإقامة محطة عليها الدولة بتشتريها. أنا مش بقول للمواطن يا فندم أنت قول لنا فين وكده، لا ده أنا ربما يكون حضرتك عندي دلوقتي محطات المعالجة مثلا في الصرف الصحي في القرى، أنا مبقاش عارف عاوز 5 فدادين أو 7 فدادين عشان أنشئ محطة معالجة، مبقاش عارف الأراضي اللي يمكن أهاليها يبيعوها فينا حتة عشان أبدأ أشتري الأرض ديت. فهو بس بيساعدنا في التوجيه للسرعة، إن إحنا النهاردة لو عنده أرض هو من وجهة نظره كمملوك الحاد والمواطن ده يقدر يبيعها لنا فالدولة بتشتريها. ثاني حاجة حضرتك النقطة المهمة جدا اللي سيادتك قلتيها هو ترشيد استهلاك المية. إحنا حضرتك يا فندم فاقد عندنا في المية النهاردة 30% نسبة فاقد من 33.6 متر مكعب في اليوم، يعني ما يقرب من 9 مليون متر مكعب في اليوم بتفقد يوميا. ده حضرتك برضو عشان نكون متفقين، في جزء بيخص الدولة وجزء بيخص المواطن، مش كلهم المواطن المسؤول عنهم. الدولة يا فندم قعدت لفترات طويلة جدا، حضرتك النهاردة ما بتعملش إحلال وتجديد للشبكات أو صيانة للمحطات. بدأنا حضرتك النهاردة الدولة تقوم بدورها، عملت خطة قومية لإحلال وتجديد الشبكات اللي عدوا عمرها افتراضي. هل تعلم حضرتك يا فندم إن إحنا عندنا بعض المواسير لما كنا بنيجي نحفر عليها عشان نغيرها ما بنلاقيش تجويف في الماسورة نفسه، تآكل نتيجة إنه قاعد عدى عمر افتراضي سنوات طويلة جدا، المية ماشية حضرتك في التجويف في البطن الأرض كده. فبدأت الدولة النهاردة يا فندم تقوم بدورها وتعمل إحلال وتجديد للشبكات اللي عدوا عمرها الافتراضي، بدأت تقوم بخطة قومية لصيانة دكتور طارق يعني أنا أعلم أن لديك المزيد والمزيد من المعلومات، والحقيقة حضرتك اديتنا وعد أنك تشرفنا في الاستوديو علشان نتناقش في تفاصيل كتيرة جدا لها علاقة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة، وليها علاقة بكتير من المشروعات اللي بتقام في مدن وقرى مصر في الصرف الصحي والمياه وغيرها كتير. أرجوك تشرفنا وتنفذ وعدك في أقرب فرصة طبعاً. ممكنة. أنا بعتذر بس النهاردة بس عشان التزام معين، إن شاء الله أكون مع حضرتك في الأثرية القادمة بإذن الله. إن شاء الله يا فندم، بشكرك كل الشكر على وقتك، شكرا جزيلا لحضرتك. الحقيقة يعني دكتور طارق متحمس جدا لأنه إيده في طبعاً. الموضوع يعني طبعاً. فيعني هسأل حضرتك آخر سؤال، الحقيقة إحنا يمكن كنا بنتكلم عن التحديات، هل هناك تحديات أخرى غير فكرة توفير الأراضي اللي بتقام عليها المحطات؟ طبعا توفير الأراضي، التمويل، طبعا أي تحديات تكنولوجية إحنا قادرين يعني على قادرين حلها عليها. التمويل كمان تحدي من التحديات، وتوفير الأراضي بقيت ما بقى يعني الدنيا تبقى سهلة جدا. خليني أقول إن أنا النهاردة من هذه الفقرة اكتشفت إنه صناعة محطات التحلية هي صناعة استراتيجية مهمة جدا، زيها زي الزراعة، زي الثروة السمكية، زي حتى البترول. يعني المية هي الحياة، وصناعة محطات التحلية وتكنولوجيا محطات التحلية اللي شركتكم رائدة فيها من المشروعات المهمة جدا جدا، واللي عشان كده احنا يعني أصرينا ان احنا نقدم الفقرة دي النهاردة. يمكن كتير من المشاهدين مش هيهتم كتير قوي بفكرة تكنولوجيا محطات التحلية، لكن لازم يعرف ليه مصر بتعمل هذا الكم الكبير من محطات التحلية. مهندس كريم مضور، مدير عام شركة ماتيتو لمعالجة المياه، بتمنى لك كل التوفيق في مشروعات محطات التحلية. حضرتك قلت لي أرقام مبشرة ورائعة، بشكرك جدا جدا على وقتك، وبشكرك جدا على المعلومات. شكرا فندم، تحياتي لحضرتك، شكرا جزيلا. مشاهدينا فاصل قصير وهنرجع نكمل فقراتنا مع حضراتكم، انتظرونا.